بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله رح نتعرف اليوم على برنامج Explain Everything. البرنامج هذا يعتبر سبورة تفاعلية للرسم والتسجيل والتعاون، أي من خلاله أقدر أني أرسم، أقدر أني أسجل فويس، أقدر أخلي أكثر من شخص يشاركني في عمل مشروع. هذا البرنامج متوفر في نظام iOS ونظام الأندرويد، كذلك متوفر بنسختين اثنين، نسخة مجانية ونسخة غير مجانية. اللي راح اشتغل عليها نسخة مجانية، ولكن راح اذكر شنو الاشياء والمميزات اللي موجودة بالنسخة الغير مجانية. طبعا النسخة الغير مجانية مقابل مادي بسيط تقريبا $6. البرنامج الحين راح نتكلم عنه. راح تشوفون اول ما تبطلون البرنامج الصفحة اللي ظاهرة قدامكم الحين، في اعلى الصفحة ثلاث نقاط من خلالها راح اسوي لي اكاونت. لابد انه يكون عندي اكاونت في هالبرنامج هذا بحيث انه يساعدني اني ارجع حق مشاريعي متى ما ابي. فراح اضغط على النقاط الثلاثة، اذا عندي اكاونت احط ساين ان، اذا ما عندي اضغط على ريجستر. اذا بغيت اسوي لي اكاونت شيء بسيط جدا، احط الايميل واليوزر نيم والباسورد، كذلك اوافق على الشروط والخصوصية للبرنامج، وبعد ذلك احط كرييت اكاونت. أنا عندي أكاونت موجود في جوجل، فراح أضغط على ساين إن وذ جوجل. ننتظر على ما يتبطل أكاونتي. تبطل. في عندي زر إديت من خلاله أقدر إن أغير إيميلي أو أغير الباسورد، كذلك أقدر أغير صورة العرض. وهالمكان هذا اللي قاعد أضغط عليه الحين أضيف نبذة عني، ولكن الميزة هذه مو متوفرة بالنسخة المجانية. يعني بالنسخة الغير مجانية هذه المميزات موجودة فيه. الميزة الأولى إنه ما أقدر أضيف نبذة عني، نفس البايو اللي موجود في الانستغرام وتويتر. راح أرجع الحين حق الصفحة الرئيسية، أحط done close. هذه هي الصفحة الرئيسية. new project إذا أنا أبي أسوي مشروعي راح أضغط على زر new project. invite إذا أبي أكثر من شخص يشاركوني في عمل مشروعي، يضيفون معاي التعديلات والتغييرات ويسوون الأشياء الثانية. شير مجرد إن مشروعي أبي أشاركه ويا الناس عشان يشوفونه فقط، من غير إضافة أي تغييرات أو أي تعديلات عفوا. join with account بهالزر هذا أربط أعمالي بكود معين. أنا عندي عمل معين شاركته مع ناس، عندي عمل أنا سويته راح أضيف له كود، فأربط البروجكت اللي سويته أو اللي شاركته كود معين، اسم معين. ننتقل الحين حق لايبراري، مكتبة البرنامج. عندي ماي درايف، مشاريعي، شيرد وذ مي، المشاريع اللي الناس شاركتها وخلتني اشوفها، جوجل درايف، اقدر اسوي ربط ما بين جوجل درايف وبرنامج اكسبلين ايفريثينج. بروجكت تحتها راح يكون كل المشاريع، سواء مشاريعي انا او المشاريع اللي الناس شاركتها وعشان اشوفها. ننتقل إلى Learn. في هالمكان هذا نفس التوتوريال، في دروس تعليمية حق البرنامج، شلون أضيف ميديا، شلون أكتب، شلون أرسم، شلون ألون. تضغطون على أي مكان، مثلا ما أعرف أكتب، ما أعرف أرسم، ما أعرف ألون، تضغطون على Write Draw and Color. ظهرت لي هالشاشة، راح يظهر لي فيديو تعليمي. تضغطون على مكان تشغيل الفيديو. هذه هي طريقة الرسم، هذه هي طريقة التلوين. البرنامج جدا بسيط، جدا سهل، جدا مفيد. نرجع للصفحة اللي قبلها. كذلك في هيلب سنتر، مركز المساعدة للبرنامج. في أسئلة كثيرة الناس سألتها، تقدرون تبحثون وتشوفون شنو السؤال اللي تبونه مثل ما أنتم شايفين تحت، أو تكتبون سؤالكم تبحثون عنه. إذا ما لقيتوا السؤال اللي أنت تبونه أو الإجابة اللي أنت تبونها، contact as تضغطون عليها، تسألون سؤالكم اللي انتم حابينه لفريق دعم البرنامج، وراح يردون عليكم عن طريق الايميل. ننتقل حق زر البحث. اذا انا كان عندي مشاريع كثيره وابي مشروع معين، مو معقوله اقعد ادور بالمشاريع، فاكتب اسم مشروع البروجكت اللي انا سميته فيه وراح يظهر لي على طول. نرجع الى زر هوم. خلوني أسوي معاكم مشروع وأشوف شنو الأشياء اللي موجودة
راح أذكر كذلك مثل ما وعدتكم الأشياء الغير متوفرة بالنسخة المجانية. هذه القوالب، في عندي قوالب جاهزة أقدر أشتغل عليها، في عندي قوالب فارغة وأنا أسوي عليها كل شيء، وفي عندي إني أشتغل على فايل كامل في هالبرنامج هذا. أول شيء أنا واللي راح أشتغل عليه في البداية شريحة فاضية، راح أضيف شنو التغييرات اللي ممكن أضيفها، شنو الأشياء اللي ممكن أسويها. نضغط على بلانك كانفاس، مثل ما أنتم شايفين ظهرت لي هذا شكل الشريحة. خلونا نتعرف الحين شنو موجود بالشريحة. في عندي هالمكان هذا، من خلاله أقدر أني أضيف أكثر من شريحة، أقدر أني أكرر الشريحة، ولكن تكرار الشريحة وإني أشتغل على أكثر من شريحة وأضيف أكثر من شريحة مو متوفرة بالنسخة المجانية، متوفرة بالنسخة الغير مجانية. النسخة المجانية أشتغل على شريحة واحدة وأشتغل على مشروعين فقط، كل مشروع في شريحة واحدة. هذه الأشياء اللي موجودة بالنسخة المجانية. الغير مجانية أقدر أضيف عدد لا متناهي من الشرائح، أقدر أكرر الشرائح. الحين عندي الشريحة هذه، أبي أسوي تعديلات، أبي أسوي تغييرات عليها، أبي أضيف أشياء عليها. في زر موجود فيه ألوان مثل ما أنتم شايفين، أضغط على زر الألوان أبي أغير لون الخلفية. عندي الألوان الأساسية، أبي ألوان ثانية غير الألوان الأساسية، ألوان ثانوية اللي موجودة، أضغط على هالمكان. شوفوا هذه الألوان كلها ظهرت، تختارون لون الخلفية اللي أنتم حابينه. مثلا خلونا نختار هاللون، إذا بغيت هاللون أحضا تطبق لي، صارت الخلفية كلها زرقة. كذلك في هالمكان هذا أقدر أغير شكل أو عرض الشريحة، إذا بيها ستاندرد أو سيمبل أو بريزنتر. شوفوا معي، إذا اخترت بريزنتر، إذا اخترت سيمبل عفوا، وإذا اخترت ستاندرد أبيها ستاندرد مثل ما هي. المكان هذا أو الزر هذا اللي الحين راح أضغط عليه أقدر أضيف صورة، فيديو، فايل، أو أضيف صورة من الكليب آرت اللي موجود في البرنامج نفسه، أو ألتقط فيديو أو ألتقط صورة. كذلك أقدر أضيف معادلات رياضية. خلوني أختار من كليب آرت أي صورة موجودة، وليكن التفاحة، اخترت التفاحة، أضغط على Insert، راح تظهر لي التفاحة هذه من خلال مثلاً أني أقدر أكبرها أو أصغرها، أدورها، أخليها سيدة، أقدر أسوي اللي أبي. ضفت التفاحة مثلاً. إنزين، أنا أبي أضيف صورة معينة، أقدر ألتقط مثلاً الصورة هذه، نحط موافق إذا تمام، إذا ما تبونها حاول ثانية، نحط موافق. إذا بقيت مثلاً أسوي اقتصاص للصورة، ما أبيها كاملة، إذا أبي أقصها بشكل منظم، لا أبي أقصها بشكل غير منظم، أو أن إذا أبي أدورها تدوير. تمام، أنا أبي أقص الصورة بشكل منظم، وليكن الشكل هذا فقط اللي حددته أبي يكون ظاهر بالصورة. تمام، أحط أبلاي، هذه الصورة اللي راح تكون موجودة، أضغط على دن، صورة أظهرت لي في الشريحة، أقدر أكبرها، أقدر أصغرها الشكل اللي أنا أبي. تمام، ننتقل حق المكان هذا. في عندي أقدر أني من خلاله أرسم، أقدر أكتب. طبعا البرنامج هذا راح يكون وايد أحلى إذا كان عندي آيباد وعندي مثلا الأبل بن، يكون الخط أقدر أكتب نفس القلم الحبر بالضبط، نفس قلم الرصاص بالضبط. فإذا هني عندي الأقلام، عندي قلم حبر، عندي قلم رصاص. إذا بغيت قلم حبر من هالمكان أختار سماكة القلم، إذا أبي ضعيف أبي كبير أختار اللون كذلك من هالمكان، ومثلا أكتب تفاحة، هذا بقلم الحبر. إذا بغيت قلم رصاص، أبي قلم رصاص يكون فاتح، مثلا أكتب، شوف شلون فاتح ما يبين، أقدر أغير وأخليه أغمج، أكتب تفاحة. عندنا أيضا هالمكان هذا نفس الهايلايتر، أقدر أظلل من خلاله إذا أنا كان عندي كلام وايد كاتبته، أظلل الكلام بلون معين وليكن مثلا لون الأصفر، وأبي
المساحة تكون كبيرة. شوف شلون الكلام ما زال التفاحة، كلمة تفاحة ما زالت ظاهرة، أنا فقط سويت تظليل عليها. عندي المساحة أقدر أمسح، مسح اللي أنا رسمته بالهايلايتر، هذا يمسح فقط الهايلايتر. المساحة هذه تمسح لي شنو؟ الكلام، ما راح تمسح لي الصورة. أنا حاليا قاعد أمشي على الصورة بس ما قاعد يمسح عليها، يمسح فقط الكلام اللي أنا ضفته. تمام، هذه راح تمسح لي الصورة، باين إن هذه علامة الصورة، راح تمسح لي إياها. شوف شلون راح تمسح لي التفاحة. إنزين أنا أبي أمسح كل شيء موجود، أضغط على علامة الإكس وأحدد الأشياء اللي ما أبيها وأبيها تنحذف، بعدين أضغط على إكس، كل شيء انمسح. عندي نص، إذا بغيت أضيف نص أضغط على حرف الأي وأحدد حجم النص، مثلا خلونا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. تقدرون أيضا قبل لا تكتبون تغيرون اللون، أبي باللون الأزرق، وأبي التظليل أو الخلفية تكون باللون الرمادي أو اللون الأصفر، وخلونا الكلام نختاره باللون الأسود. أبي حجم الخط يكون كبير، تقدرون التعديلات هذه تسوونها. مثلا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، دقيقة بس، تقدرون تختارون محاذاة النص، أنا بي في الوسط، نكتب شو شلون بسم الله الرحمن الرحيم ونحط صح. تقدرون تكبرون تغيرون، صار معاي أقدر أحركها بالمكان اللي أنا أبي. هالزر هذا يسوي لي مثلا أحدد المكان، هذا راح يسوي لي نسخ للمكان اللي أنا حددته. شفتوا شلون أقدر أضيف أيضا أشكال، عندي زر الأشكال، أبي مربع، أبي سهم، أبي نجمة، أختار نجمة وليكن. وهالزر هذا إذا بغيت تظليل، لاحظوا اللي على صورة شجرة، إذا بغيت تظليل للشكل اللي أبي أختاره، أبي سماكة الشكل، إذا بغيت الحدود سميكة حيل ولا لا، ألوان الحدود موجودين. فدي مثلا النجمة هذه رسمتها، ولاحظ الظل اللي موجود خلفها، وأبي أكبرها وليكن، أو أخليها على الحجم كيفكم اللي أنتوا تبونه تقدرون تسوونه. أنا أبي أخليها بهالحجم هذا، وأبي أعبيها من المنتصف، أبيها باللون الأصفر. شوف شلون ظهر معاي الشكل هذا مثل ما أنتوا شايفين. الزر هذا إذا بقيت أشرح درس معين وأبي أقول لهم هالمكان هذا يعني كذي، مثلا راح أحدد عليه، راح أمشي عليه، شوفوا راح يكون مجرد أني أمشي وتحديد، أو أن أأشر مؤشر فقط، أبي شكل المؤشر يكون على شكل الكف، شكل المؤشر على شكل سهم أسود مثلا، فقط مؤشر. كذلك أقدر أن أسجل صوتي، ومتوفر هذا الشيء بالنسخة المجانية، ولكن تسجيل الصوت في النسخة المجانية ما رح يتجاوز الدقيقة الواحدة. أضغط عليها رح أسجل صوتي على الشريحة، ورح يكون كل شيء واضح وكل شيء ظاهر. أقدر أستخدم مثلا الشيء هذا وأنا أشرح درس معين، تقدرون مثلا إذا ما تبون تحذفونه، أو مثلا أنا من ثانية 9 إلى ثانية 10 مثلا أنا ما أبي، أحذف لي أحذفه. مثلا أنا ما أبي كله، أروح من البداية وأحذف، كذي أنا حذفت كل الصوت. الحين إحنا اشتغلنا على شريحة فارقة وضفنا عليها، راح نستخدم قالب جاهز من القوالب اللي يوفرها لنا البرنامج، ونشوف شنو التغييرات اللي راح تكون فيه.